الرؤية صارت واضحة في كل مرة كان يسمعه الجميع، بل يسمعون دوي القذائف في شباك الخصوم. عشق المنتخب عنده لباس حب، والقضية عنده وشاح على الرأس، العزف والرقص عنده أهداف، والتقبيل عنده لا يكون إلا للألقاب، والمرور بين الخصوم عنده عادة. رغم ما مر به يوسف بليلي عبر مراحل مسيرته الرياضية، يبقى النجم الجزائري الموهبة التي تسطع دوما في الأوقات العسيرة، فتبدع وتجد الحل لتحمل على الأكتاف في نهاية النصر. عودة بليلي للتوهج مع مولودية الجزائر فتحت له باب الكان على مصراعيها للعودة مجددا لصفوف الخضر. العديد من المتتبعين يعتبرون استدعاءه قريبا جدا، خاصة وأن المنتخب الجزائري عانى مؤخرا من إيجاد اسم يملأ الفراغ على الجناح الأيسر لهجوم الخضر الذي كان يشغله النجم الجزائري دوما، وكان فيه سما قاتلا في كان مصر حين حمل المحاربون علم الجزائر عاليا في بطولة استثنائية بصم فيها بليلي على مشوار أسطوري. معاناة المنتخب في التنشيط الهجومي على يسار الملعب بدت جلية وواضحة، خاصة مع عدم توفيق سعيد بن رحمة في ذات المنصب في كل مرة. فهل يستحق بليلي التواجد في الكان؟ طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.